كلامنا النهاردة عن الأمثال الشعبية اللي بتعتبر الدستور الاجتماعي والشعبي لكل المصريين. الأمثال الشعبية المصرية بتضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ليها أصول كتير جدا، ليها حكايات كتير جدا، ليها مواقف وليها أماكن مرتبطة بأشياء كتير. كلنا عارفين المثل بتاع اللي اختشوا ماتوا كان فين في اسكندرية، كلنا عارفين الأمثال الأخرى كانت أماكنها إيه. الأمثال الشعبية المصرية حكايتها بدأت بوجود هذا الشعب، جمعها كاتب وروائي وأديب أحمد تيمور باشا اللي توفى سنة 1930 في كتاب لم ينشر إلا بعد وفاته بسنوات طويلة. الكتاب ده احتوى على حوالي أكتر من 3000 مثل مرتبين بالترتيب الأبجدي فيما عدا حرف الثاء، يعني كل الأمثال بتبدأ بالألف بالبه بالته. يمكن الثاء ما كانش لها نصيب يعني في هذه الأمثال، ولكن جمع من خلال رحلة قام بها لكل قرى الدلتا وكل قرى الصعيد أكتر من 3000 مثل شعبي ليهم قصص وليهم حكايات وليهم يعني تأصيل شعبي عند المصريين وعند أهالينا في الصعيد والدلتا. سؤال النهاردة ربما مرتبط بهذا الأمر، مرتبط بالأمثال الشعبية اللي ليها نصيب كبير جدا من حديث المصريين في الصباح وفي المساء. إيه هو أكتر مثل شعبي أنت ماشي بيه وبتعتبر أنه هو المثل الشعبي اللي بيمثلك فعلا؟ بالنسبة لك يا جمانة إيه هو المثل ده؟ لا أنا في أمثال كتير والله يا مصطفى، بس أنا بالنسبة لي لا يصح إلا الصحيح. يعني أنا بشوف المثل ده جامع كده وشامل لحاجات كتير جدا، أنه في الآخر بتقعد تلف وتدور، عارف في الآخر هي الصح لازم صح. بالظبط، الصح صح والغلط غلط. وبالمناسبه دايما هتلاقي انه النتيجه اللي بتوصل لها هي نتيجه اختيارك، فلو كان اختيارك غلط بتبقى النتيجه مأساويه. صحيح. ولو كان اختيارك صح، حتى لو كان الاختيار الصح ده بالمناسبه الاختيار الاصعب او الاختيار اللي هتخسر، اللي انت حاسس او متوقع ان انت هتخسر بسببه او النتيجه بتكون لهذا الاختيار السليم هي اللي بتكون الافضل. فانا بالنسبه لي المثل ده بحبه قوي. زي ما انت كنت بتتكلم على فكره الامثال، احنا متخيلين يمكن الاجيال الجديده متخيلين الامثال دي يبقى حد مثلا من جدودنا زمان قالوا المثل يعني تورثناه، فبيتقال لا، بالعكس هو المثل او الامثال الشعبيه اكبر من كده بكتير. يمكن الامثال الشعبيه في جمله او جملتين بكتير جدا، ده اطول مثل مثلا، ده بيحكي قصه كامله في جملتين، يعني بيحكي أو بيسرد خلاصة تجربة كاملة في جملتين. حتى كل عصر بالمناسبة كان ليه أمثال متعلقة بيه. يعني مثلا كان في مثلا مصطفى على ما أعتقد، يعني لو كنت فاكرة صح، آخرة خدمة الغز علقة ده كان بيطلق وقت عصر المماليك. كل مجموعة أمثال ليها علاقة بحقبة زمنية. يمكن حتى كان في كتاب، أنت كنت بتتكلم على الكتب المتعلقة بالأمثال، كان في كتاب كمان لطيف جدا للدكتور حارس نقيب، حارس عمار النقيب، كان بيتكلم على فكرة الأمثال وعلاقتها وعلم الجغرافيا. والله يعني الموضوع فعلا مختلف، يعني هتلاقي إنه بيسرد أو بيحكي أفندم مصري، بحث مصري. كان بيتكلم فكرة إنه حتى الأمثال ليها علاقة، ليها تأصيل جغرافي بالظبط، ليها علاقة بطبيعة المكان أو جغرافيا المكان. يعني مثلا هتلاقي الناس اللي عايشة في مناطق جبلية مثلا، هتلاقي بيخرج من عندهم أمثال مثلا خد من التل يختل مثلا. مثلا يعني الناس اللي عايشة في مناطق ساحلية، البحار الهادئة لا تصنع بحار ماهر. والله يعني كان ليها علاقات كده بالجغرافيا. فالأمثال فعلا دراستها في حد ذاتها كفيلة ان هي تعرفك ان كان طبيعة شعوب، عاداتهم وتقاليدهم، ايه اللي كان بيحصل في الحقبة الزمنية دي. صحيح. عايشين فين. مش عارفة هنخدم الموضوع لا لا لا، هو موضوع حقيقي، هو زي ما انا قلت هو دستور المصريين الغير مكتوب، هو الدستور الاجتماعي الشعبي بتاعنا. يعني احنا دايما ايه هو الدستور؟ هو ابو القوانين، هو اللي بنحتكم ليه لما القوانين بتبقى مش فاهمين يعني الصح ايه والغلط ايه. هو ده بالنسبه لنا هو الدستور الاجتماعي الشعبي المتوارث عند المصريين اللي لم يتغير بالمناسبه من الاف السنين. هو لم يتغير، بس احيانا بيبقى فيه تضارب. بس انت قول لي قبل ما ندخل في منطقه التضارب دي، تضارب الامثال، انت قول لي انت ايه المثل اللي بتمشي بيه؟ والله انا عندي جمعت كده امثال في ورقه هنا مصطفى كاتبها بكل بالحقه بالزمنيه لا يعني مثلا واحنا صغيرين المثل كان الاشهر من حفر حفره لاخيه وقع فيها.
ده كان المثل بتاعنا واحنا اطفال، كنا دايما بنقول بعد كده النبي وصى على سابع جار. ده لما كبرت شويه، ده لما ابتديت تنزل تلعب في الشارع مثلا. بعد كده اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. طب من العشرينات بقى وال ده مكمل معانا بقى فلوس كده يعني. دلوقتي بقى ايه ان كبر ابنك خويه حاجات كده، تقي شرع الحليم اذا غضب يعني ايه على حسب بقى حاجات كتير يعني. وبرده ممكن اعرف اجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. صح برضو. كده يعني في امثال كده كتير الحقيقه، مع ان فعلا في بعض التضاد. يعني انت مثلا في مثل كاتب ايه، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. بس في مثل تاني مثلا القرش الابيض ينفع في اليوم مش عارف ايه. صحيح مثلا. صحيح. ففي احيانا كده ما هو المثل دايما ما بيتقالش، ما نقدرش نقول ان هو صح 100%، هو بيبقى صح في مواقف زي ما انت قلتي كده. بالظبط. أيوة. بالظبط، هي دي بقى النقطة. الفكرة أيوة. انه فعلا الامثال في ناس تقول طب ما ده عكس ده، طب احنا يعني نستند لايه فيهم؟ لا، هي كل مثل ليه مواقفه وليه حكايته وليه الحكاية اللي عايز يعني بينقلها. زي ما قلت لحضراتكم في البداية انه كل مثل هو عبارة عن خلاصة خبرة. تجربة او خلاصة قصة. على اي حال قولوا لنا ايه اكتر مثل شعبي انتم ماشيين بيه، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.